فاجعة جديدة تعيشها تونس هذه الأيام بعد أن أعلنت حالة الطوارئ أو أعلنت عفوا حالة الطوارئ في مستشفى محمد لاتلي بولاية نابل شمال شرق تونس، وذلك على خلفية وفاة جماعية للستة رضع في قسم الولادة خلال يومين فقط. الحادثة أثارت جدلا واسعا في تونس أنذاك، ليس لوفاة الرضع الست فيما فقط، بل أيضا لكونها تأتي بعد 3 أشهر من حادثة أخرى كان قد توفي على إثرها 15 مولودا في ظروف غامضة بين جدران مستشفى الرابطة في العاصمة التونسية. تم تسليمهم لأهاليهم وقتها أو حينها في علب كرتونية آنذاك، وهو ما دفع الكثيرين لوصفها بالكارثة، خاصة أن السلطات وقتها قالت إن وفيات المستشفى تعود إلى تعفن جرثومي في أكياس المستحضرات الغذائية التي تقدم للرضع، رغم إعلان الوزارة فتح تحقيق في الموضوع وأن لا نتائج محددة نهائية حتى الآن، إلا أن وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ خرجت في تصريح رسمي يوم أمس. دعونا نتابع ما قالت. 6 حالات وفيات هذوما بناء على المعطيات الأولية، معناتها اللي نظمنا بالملفات الطبية احنا اللي توا وقفنا وشفناهم لهؤلاء الولدان. هذه الوفيات تعود لأسباب طبيعية ولا وجود بينها مع روابط مشتركة، حيث اتضح اللي عندنا 4 حالات وفاة من بين الخدش، معناتها هذوما تولدوا في الفترة ما بين 6 و8 شهور، مصابين معناتها يا بتأخر في النمو ولا صعوبات حادة في التنفس، مما تسبب لديهم تعكرات معناتها حادة، وذلك رغم كل الإسعافات الضرورية المركزة اللي أمنها الفريق العامل بالقسم. وفاة الرضع الست والحادثة التي سبقتها ومن ثم رد الوزيرة، كل ما سبق أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل، حيث ربط العديد الحادثة التي سبقها متسائلون عن سبب الوفاة الرئيسي وهل للحادثة علاقة بوجود أدوية فاسدة في قسم المواليد بمستشفى تونس، فيما وجه البعض الآخر أصابع الاتهام إلى وزارة الصحة والمستشفيات والجهات المختصة في البلاد، طارحين سؤال أين صناع القرار عن هذا الموضوع؟